عرفت الرياضة كوسيلة للترفيه عن البدن والترويح عن النفس منذ أقدم العصور، ففي العصور القديمة في مصر كان للرياضة اهتمام كبير عند قدماء المصريين، ويزخر التاريخ الإسلامي بروايات تؤكد اهتمام الدين بأهمية الرياضة، فقد اهتم دين الإسلام بالإنسان روحاً وبدناً، فوفر للروح حاجتها وأسباب سعادتها، وفي ذات الوقت لم يهمل البدن وعوامل قوامه وقوته، فدعا للاهتمام به والأخذ بأسباب قوته. ومن هنا يأتي دور الرياضة كوسيلة فعالة لتقوية الجسم وتقويمه. عرفت عدة رياضات قبل ظهور الإسلام، وقد أقرها النبي بل وحض الصحابة على ممارستها، فهي تحافظ على الجسم وتكسبه القوة البدنية كالرماية والسباحة والجري. كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على رياضة الفروسية، وشجع الإسلام على هذه الرياضة ورفع من شأنها. الرياضة في الإسلام موجهة نحو غاية تهدف إلى تحقيق الصحة والقوة البدنية، وفي التاريخ الإسلامي كثير من الرياضات التي اهتم بها الخلفاء والسلاطين والملوك. ففي مصر خلال عصر سلاطين المماليك عرفت لعبة كرة البولو أو الكرة والعصا، وأنشئ لها ميدان للعب فيه أمام مسجد السلطان حسن بالقاهرة. مرحبا بحضراتكم في آخر فقرة، وهي فقرة مختلفة احنا بنتكلم فيها عن الرياضة، بس هنا في العصور الإسلامية. هل اختلفت أصلا الرياضة في العصور الإسلامية أو قبل الإسلام؟ طب ودلوقتي إيه الرياضة المستمرة معانا؟ هل شكلها اتطور؟ كل ده خلينا بس نعرفه. بس نرحب الأول بضيفنا الباحث في التراث الأستاذ سامح الزهار. صباح الخير. صباح النور. أهلا بيك. منور الدنيا أستاذ سامح، أهلا بيك. الله يخليك. والموضوع حتى من حيث العنوان من أوله كده موضوع شيق جدا، يمكن مش كل الناس ممكن تركز في ان في رياضات حاليه بترجع اصولها لمرحله الاسلام ويمكن ما قبل الاسلام. كل تفاصيل الفروسيه، السباحه، رمي الرمح، المبارزه بالسيف، يعني في حاجات كتير اكيد هنتكلم مع حضرتك على تفاصيلها. وخلينا نبتدي حتى بالتساؤل اللي الهواند ابتدت مع حضرتك بيه، فكره يعني هل مفهوم الرياضه اختلف يعني مرحله ما قبل الاسلام عن مرحله ما بعد الاسلام؟ هل في الزمن ده كان في منافسات بين القبائل مثلا؟ يعني هل مرحله ما قبل الاسلام كان فيها دوري الكفار مثلا بشكل او باخر؟ كانت الدنيا ماشيه ازاي يا استاذ سامح؟ شوف، هو طبعا احنا عندنا الرياضه كان ليها وظيفه مهمه جدا في البدايه، هي فكرة إعادة بناء المجتمع الشاب اللي هناخد الشباب دول بعد كده هيشتغلوا في الأعمال التنموية اللي موجودة في المجتمع، أو كمان اللي هيبقوا نواة للجيش. فلازم يكون الشباب دول يكونوا بصحة طيبة، بصحة طبعًا جيدة طبعًا. يعني تمام. وبالتالي كان فكرة الرياضة وخاصة ألعاب القوة في البداية، فيما يتعلق بقى بالجري، فيما يتعلق بالمسايفة، فيما يتعلق بالمصارعة، المسايفة اللي هي المبارزة ولكن بالسيوف الخشبية علشان تبقى رياضة ما يبقاش قتال. تمام. دي كانت الفكرة أو كانت البداية، معطيات الزمن أو معطيات العصر. مع العصر الإسلامي، وخلينا نقول إن احنا دايما بنتكلم على العصور التاريخية بفكرة ما قبل القوميات، يعني ما بنتكلمش ان ده كان في مصر او في سوريا او في الشام او في العراق او في حاجات زي كده، لا احنا بنتكلم ما قبل القوميات كمان، يعني بنتكلم بايديولوجيه الزمن ده. فكان في الدول الاسلاميه العربيه، في الفرس، في الروم، في الكلام ده كله. تمام. الاسلام اكد بشكل مهم جدا على فكره الرياضه وممارسه الرياضه، سواء من صدر الاسلام من العصر النبوي، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. والمقصود بها مش ايمان القلب او قوه الايمان بس فقط، لا كمان قوه الجسد. صحيح. دي كانت مطلوبه، لان احنا كان في توجيه صريح كمان بان احنا نعلم اولادنا السباحه والرمايه والركوب. بالظبط كده، بالظبط كده. ده مع فتره سيدنا عمر والخلافه الراشده، علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. ففي تاكيد طول الوقت على اهميه الرياضه وفكره الرياضه. حتى الصحابه نفسهم كانوا يمارسوا المسابقات الرياضيه طول الوقت، زي ما قلنا المسايفه والسباحه والعاب القوه. ولكن كان التأكيد اللي طول الوقت بيحث عليه الإسلام فكرة أن تكون الرياضة لا تتعارض مع عبادة أو مع صلاة، يعني ما تبقاش في نفس التوقيت،
ولا ينتج عنها أذى لآخرين، سواء لإنسان أو لكائنات أخرى. يعني مثلا إحنا عندنا في العصور القديمة كان مصارعة الثيران موجودة، وكان عندنا وما زالت يعني في أسبانيا بالظبط، وما زالت موجودة حتى الحضارة الرومانية كمان كان حاضر. كل ده تم إيقافه أو تم منعه لعدم إيذاء الآخرين، سواء من البشر أو من طائر أو حيوان كائن يعني. فدي كانت الفكرة أو البداية الرئيسية للموضوع. تطور بقى الموضوع بأشكال مختلفة مع عصور الدول الإسلامية بعد كده. احنا عندنا طبعا التاريخ هو بيترجم في النهاية إلى الحضارة، يعني إذا لم تكن هناك حضارة فيعني إيه الداعي لتدوين التاريخ؟ ما أصبحش كده في الموضوع ده. بعد كده مع دخول الإسلام مصر اختلف الشكل تماما بقى. إحنا طول عمرنا بنقول إيه؟ بنقول الحضارة العربية، أو الناس يقول الحضارة العربية الإسلامية أو الحضارة الإسلامية، ولكن إحنا بنجمعها دايما في الحضارة العربية الإسلامية، لأن العروبة السابقة على الإسلام، كان العرب ثم جاء الإسلام، تمام؟ فهي الحضارة العربية. الحضارة الفرعونية اللي كان فيها ممارسة لرياضات كمان مختلفة، وكانت النساء وقتها كمان بيمارسوا رياضة بشكل ولذلك مختلفة. ولذلك لما أصبحت الحضارة العربية الإسلامية موجودة في مصر تمصرت، ظهر ليها بقى الوجه الحضاري. علشان كده هنلاقي إن التراث الإسلامي من المساجد والجوامع والخنقوات والأسبلة، كل الحاجات العظيمة دي هلاقيها في مصر ليها طابع فني عظيم جدا. هلاقي مآذن عالية، وهلاقي زي ما ابن بطوطة بيقول كده ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة بالضبط، المتناهية في كثرة العمارة، المتباهية بالحسن والنضارة، كل الكلام ده هلاقي إن هي تمصر. ليه؟ لأنه خد من الحضارة المصرية القديمة وبدأ ان هو يشوف لان لازم المأذنة تكون بفن معين، لازم المساحات في المساجد ما تكونش كده مجرد مكان للصلاة بس، لا لازم كمان يدل على هذه الحضارة. وبدأ الحضارة في مصر والرياضة تحديدا تاخد بقى شكل جديد وشكل مختلف وطابع مرتبط بمصر. طيب المرأة، عشان عديتها كده حضرتك استاذ سامح ما ركزتش فيها وانا هرجع لها تاني. المرأة كانت طبعا يعني الفترة الفرعونية، وصل الفرعوني احنا عارفينه طبعا، والأميرات وغيره كانوا بيمارسوا يعني رياضة بشكل منتظم، ويمكن الرسومات اللي على الجدران دي بأكبر دليل. في العصر بقى الإسلامي هنا هنتكلم، خلينا نعرف ان حضرتك برضو مدى ممارسة النساء للرياضة. اولا عندنا من صدر الاسلام كانت النساء تمارس الرياضه، وفي حديث شريف نقلا عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ان كانت النساء تمارس الرياضه، وهي نفسها كانت تمارس تمارس العدو حتى مع زوجها سيدنا النبي يعني، فده كان وارد، ده كان بيحصل طول الوقت عند العرب. عندنا في مصر هنا الموضوع بقى اكثر ثراء، بقى مش مجرد الاميرات بس، وبقى مش مجرد سيدات القصور فقط، لا الموضوع حتى بقى على عامة الشعب. خلينا نقول ان في مصر كمان، وتحديدا في قمة وهج بقى الحضارة الإسلامية في مصر، كان في العصور الوسطى. العصور الوسطى ده يعني تقريبا كده زمن دولة المماليك، من المماليك البحرية حتى نهاية بالمماليك الجراكسة. هلاقي ان في الفترة دي نشأت ألعاب كثيرة جدا، مارسها الرجال، مارسها النساء، مارسها الأطفال، ألعاب كتير مختلفة، كان أشهرها وأهمها وأبرزها على الإطلاق اللي هي لعبة الكرة والعصا، اللي هي تقريبا كده إحنا بنقول عليها دلوقتي لعبة البولو. البولو نفس الفكرة. وكانت اللعبة دي هي اللعبة الشعبية الأولى، يعني زي كرة القدم النهاردة كده، ما هي في مصر اللعبة الشعبية الأولى، كان في الوقت ده لعبة البولو دي أو الكرة والعصا كانت هي اللعبة الشعبية الأولى. دي الحاجة الأولى فيها. التفصيله الثانيه، اللعبه دي كلها تفاصيل، وانا الحقيقه يعني عندي شغف جدا بالموضوع. يعني كان في زمان اصوات كده بتقول ان مرجعيتها او منشاها في الهند والجزء ده من العالم. لا ده هي بدات في الحضاره المصريه القديمه بس ما كانتش هي اللعبه الشعبيه، ما كانتش واخده لسه حظها بالشكل الكافي، ولكن مع دوله المماليك ده عملوا ليها بقى الملاعب الرياضيه وجهزوا ليها شكل تنافسي صريح جدا جدا. شوف أوكي. طبعا هي بدايتها كانت على استحياء مع الدولة الفاطمية، هي ده اللي احنا بنتكلم عنه في بالزبط. العصر الحالي بقى بالظبط. احنا كمان هيبقى وحضرتك بتتكلم هيبقى في برضه صور من مخطوطات، فبرضه محتاجينك تعلق لنا عليها. دي هي النموذج للعبة، ده من مخطوط فارسي تمام. وبنشوف هنا اللاعبين، في ترسيم للملعب بالمعنى المتعارف عليه. طبعا طبعا طبعا، بنشوف اللاعبين وبنشوف الخيول، وطبعا العصا المعقوفه اللي هي المضرب يعني اللي بيستخدموه، وبيستخدموا معاه كمان الكوره. كان مسؤول عن اللعبه دي شخص امير، ولما نقول امير في العصور الوسطى يبقى درجه وزير، خلينا نتفق على كده، طالما هو امير يبقى ده يوازي في عصرنا الحالي وزير، وكان هو المسؤول عن اللعبه، وكان بيكون اقرب الشخصيات الى الملوك والسلاطين. يعني نقدر نقول ان ده في زمنه كان ده وزير الشباب والرياضه بتاع زمنه بتاع دوله المماليك تمام. ورتبته أو وظيفته اسمها الجوكندار،
هو اسمه كده الجوكندار. تمام. ليه الجوكندار؟ دار دي هنلاقيها دايما في اغلب التسميات. السلاح دار، الدواء دار، هتلاقي كده دار اللي هي بمعنى صاحب او الذي يدير الامر يعني. الجوكان دي نفسها اللي هي العصا او المضرب المعقوفه اللي بيستخدموها في اللعب. وعندنا بقى اسماء مشهوره جدا في الموضوع ده. المسجد او المدرسه دي ده بتاع امير اسمه قرسنقر المنصوري الجوكندار. يبقى كان بيشتغل جوكندار، يعني كان مسؤول عن هذه اللعبه او كان مسؤول عن الرياضه بصفه عامه في مصر. شفت الاسم ده ازاي؟ يقوله تاني الزمن. ايه ده بقى؟ ده في شارع الجماليه قرسنقر. هو اسمه الامير. قطعه فنيه لوحده طبعا، تحفه. المنصوري الجوكندار ده هنلاقيها في شارع الجماليه جنب خنقات بيبرس الجاجينكير. لا لا، عشان موضوع الاسماء يعني صعب، نصعبها بزياده الموضوع شويه. الموضوع صعب اكتر. تمام. عندنا بقى تفصيله لطيفه جدا في هذا المكان. كل امير بيبقى ليه وظيفه، ليها لوجو، يعني زي ما نقول كده دلوقتي لوجو، شعار اسمها في زمانهم رانك. يعني اما اجي اقول الرانك ده تمام، يعني الشعار او اللوجو. تمام. احنا عندنا الشعار او اللوجو بتاع المسؤول عن الرياضه. تمام. عصا الجوكان اللي هي العصا المعقوفه، العصا المضرب. تمام. فبلاقي ان هو بيجيب المضربين ويحطهم قصاد بعض الاثنين المتنافسين ويعملها رانك، يعني لوجو، ويحطها على العمائر بتاعته. فلو رحنا عند المدرسه بتاعته هلاقي في الجزء اللي في النص ده اللوجو او الرانك ده. يبقى انا من غير ما اعرف بالظبط كده، يبقى انا من غير ما اعرف الراجل ده كان بيشتغل ايه، ومش مهم حتى انا اعرف اسمه، بس بمجرد ما بمشي في شارع الجماليه وببص على المسجد وبلاقي اللوجو ده، فبقول لا، الرانك ده بتاع شخص مهم، ده كان الرجل المسؤول عن هذه اللعبه. كتابيه، فطول الوقت بلاقي الرنوك دي على العماره الاسلاميه. ده درس اثار على الصبح بقى الاهلاويه كده. كلام جميل جدا وشيق. وبعدين احنا اصل مصر لوحدها ده منجم اثار. صحيح. ويعني وكل من هو مهتم بشان التاريخ عموما يعني مش هيلاقي اظبط من مصر عشان نتكلم على تفاصيل. عندنا كمان الملاعب كانت شيء مهم جدا اللي تم تجهيزها لالعاب كتير، واهمها كانت هي لعبه الكره والعصا او البولو. يعني اهم ملعب، وكان ده نقول زي استاد القاهره كده، هو ده المكان الرسمي للعبه الرياضيه، كان في منطقه القلعه والسلطان حسن بالظبط كده. تمام. المنطقه الميدان ده اللي هو ميدان تحت القلعه، او بعد كده ميدان صلاح الدين، او قبل كده كمان كان اسمه أرى ميدان، الميدان الاسود اللي كان فيه السجن. طبعا الاسود هوديه أرى ميدان ومش عارف ايه وكلام من ده. يا استاذ سامح. من الاسود، عشان كده احنا برضو عندنا الطائر الاسود قرقوش، اللي هو بعد كده بهاء الدين قرقوش الطائر الاسود. فطول الوقت استخدام حتى اللغات الفارسيه هلاقيها طول الوقت داخله في العصور الوسطى مع اللغه العربيه. الميدان بيتجهز، الاستاد بيتجهز، الساحه بتتجهز. اولا منظر بيكون طبعا من الرمال، وهو بالمناسبه كان اسمه قديما ايضا الرميله. تمام. الرميله. الرميله. تمام. وليه الرميله؟ لاني عندي على اليمين قلعه بالظبط، قلعه الجبل، وعندي على الناحيه الشمال قلعه الكبش، فبالتالي دول قلعتين على هضبتين مرتفعتين جدا من على المقطم، وبالتالي المنطقه اللي في النص اي اعمال بناء او غيره بلاقي ان الرمال بتنزل، فاصبحت المنطقه زي استاد زمان الرميلة. يعني هو ده الاستاد الرسمي الخاص بالمدينه، الخاص بالقاهره. حلو. وسمي بعد كده بقى بالرمله، ثم غيروا اسم الشارع وبقى الرمله المنطقه المعديه من باب المدرج من القلعه لسكه المحجر. بيتم تجهيزه بالرمال، فرشه بالرمال، وبعد كده زرع بعض الاشجار والنباتات. وبيقول لنا تقي الدين المقريزي في خططه عن شكل المكان بقى، كان المكان شكله ايه يا ترى؟ يعني الاستاد اللي احنا بنشوفه ده كان شكله ايه؟ هل كان رمل كده وبس؟ لا، ده مكان الرمل ده علشان اللاعبين، عشان لو حد واقع او كده لا يصاب يعني. ولكن المنطقه المحيطه كانت كلها بيتم زراعتها بالاشجار والنباتات، لدرجه ان بيقول لنا ان بعد كمان فتره الناصر محمد بن قلاوون والقلق العظيم اللي عمله لهذا المكان او هذا الاستاد، كمان مع فتره السلطان الغوري كان بيستورد ليه من الخارج مخصوص الاشجار والنباتات، وبيطلق فيه طيور الزينه زي عصافير الزينه وطيور الزينه كده، بيطلقها في الميدان. الجماهير بتقف تتفرج، المتنافسين بيكونوا فرد قصاد فرد، غالبا بيكون امير مملوكي قصاد امير مملوكي. اللعب بيكون ايام السبت والثلاثاء في زمن المماليك البحريه الناصر محمد بن قلاوون، وتبتدي المنافسه. طيب في حد بينتصر وحد بيخسر، ده طبيعي ان ده يحصل طبعا. طيب اللي بينتصر او بيكسب ايه؟ يعني هل بياخد كاس؟ هل بياخد دوري؟ هل بياخد ايه؟ قال لك لا، هم بيلعبوا على حاجه معينه وهي اعمال الخير. اعمال الخير، ان الامير يعني ايه هيطعم 1000 مسكين، او ان الامير هيعمر احد المساجد، او انه هيعمل سبيل الناس تشرب منه ميه. كسب يعني بالظبط كده. تمام. فلا هو المهزوم، المهزوم هو اللي هيقوم هذه الاعمال، هيتحمل نفقتها من جيبه. تمام. ولكن هيدفعها
فين؟ في اعمال الخير. فبتلاقي ان شكل الحياه القاهريه في هذا التوقيت مختلف. هلاقي كمان كان عندنا استاد مهم جدا، انا بستعمل يعني مصطلح استاد، هو كان اسمه ملعب او ملاعب، بس انا بستخدم مصطلح يعني يمكن احدث شويه، في منطقه اللي هي عرفت فيما بعد بجاردن سيتي، وكانت المنطقه دي مخصصه استاد صغير شويه ولكن كان مخصص لفكره الخيول، جمال الخيول العربيه وادب الخيل نفسها في المنطقه دي على هذه الارض قبل ان تكون جاردن سيتي. كانت استاد لفكره جمال الخيول ولادب الخيول. فالحقيقه طول الوقت عندنا التراث العربي الاسلامي المصري. معنى كده ان الرياضه في مصر قديمه قدم مصر نفسها. طبعا ده حقيقي. شوف مصر القديمه، احنا زي ما احنا متفقين كلنا، احنا اول دوله في التاريخ، اول شكل حكومه في التاريخ، اول جيش في التاريخ، اول كل حاجه في التاريخ. طبعًا. فطبيعي ان احنا اول منظومه، اول دوله بشكل نظامي نتعرف عليه، اول منظومه رياضيه في التاريخ. هلاقي ان في مقابر مصريه قديمه كتير برضو بتحظى بجدرانها عليها نقوش كتيره جدا. عندنا في المخطوط اللي فات ده هلاقي فيه ممكن نرجعه يا جماعه، من مخطوط عربي قديم برضو بيكلمنا عن مواصفات بقى الخيل، شكل الخيل بيكون عامل ازاي. احنا طبعا عارفين الخيول العربيه هي اعظم واجمل خيول في العالم، الاغلى على الاطلاق، وبالتالي كان المخطوط هنا بيوضح لنا كيف يكون او القياس اللي بيكون عليه جمال الخيل، ازاي ان انا اقدر اشوف سواء قوته او جماله او مواصفاته النادره. يعني مصر كانت بتصدر الخيول، رغم ان التسميه ممكن حد يعتقد ان الخيول العربيه مش هتبقى في مصر، هتبقى في بعض دول الخليج او غيره، لا بالعكس، ده احنا عندنا الخيول العربيه الاصيله في مصر طول عمره، مصر بتورد للشام وبتورد للمناطق المحيطه كلها. عندنا كمان هنا بقى في المناظر دي بقى الحضاره المصريه المتكلمه القديمه بالظبط، ده بقى الخلفيه التاريخيه الاقدم شويه. هلاقي عندنا جداريات ونقوش مصريه قديمه كلها بتتكلم على الرياضه يمكن بشكل حديث جدا، يمكن بشكل كمان يعبر فتره الفتح العربي الاسلامي. يعني هلاقي ان هنا التصويره دي مثلا، ده مقابر بني حسن، هلاقي فيها استخدام الرمح سواء في عمليه الرمايه او في عمليه الصيد، يعني مجرد الرياضه او مجرد الصيد، وايضا في الاعمال القتاليه. ولكن في المقام الاول كده هلاقي هنا مثلا العدو، فكره العاب القوه والوسب والجري، هلاقيها طول الوقت موجوده. وهلاقي ده برضو الناس دايما تسالنا، يقولوا يعني المصري القديم دايما ممشوق القوام كده وما كانش عندهم، لا يعني طبعا كان في بعض الناس ممكن كده، انما الغالبيه العظمى لا، كانوا بيمارسوا الرياضه، وده سبب رئيسي ومهم لتشكيل اجسادهم بهذه الكيفيه. يا استاذ سامح، الموضوع اللي حضرتك بتتكلم معانا فيه شيق جدا، وفعلا هنسعد جدا لو حضرتك ان شاء الله تنورنا مره ثانيه قريب. أشكرك. نكمل كلامنا، لان فعلا موضوع مختلف مبدئيا. اشكرك، نورتنا واسعدتنا. اهلا بحضرتك. انا بضم صوتي لكريم، بجد احنا محتاجين فقره مثلا كل اسبوعين نيجي نتكلم عن تاريخ الرياضات المختلفه في مصر وفي العصر الحديث والعصر الفرعوني والعصر يعني الوسطي. خلينا كده نرجع الناس وناخد معلومات من حضرتك ونزيد ثقافة. انا شايف ان دي كلها حاجات مهمه، بالتالي هتفيد الناس جدا. فننسق بحضرتك وفريق الاعداد باذن الله. نورتنا يا استاذ سامح، شكرا لك على وجودك معانا، واكيد بنشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده. بشكرك يا نهوان. شكرا ليك يا كريم، ان شاء الله تبقى سنه خير علينا جميعا، وان شاء الله يبقى زي ما كنا بنقول كده، البرنامج فيه جديد دايما بيقدم من خلال فريق الاعداد ومن خلالي انا وكريم باذن الله. اشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، الى اللقاء.